عايز دلوقتي اعرف انت عايزه ايه في ليلتك السودا اللي مش معديه دي؟ عايزك تعيشني زي فاق لمرات حمدي، الا هسيب لك البيت وامشي وتسيب البيت وتطفشي ليه؟ اطفش انا؟ مع السلامه. الاماكن اللي تردي روح اعيش مع امك، على الاقل امي احسن من البومه اللي انا عايز في وشها. مالك يا امك؟ شايل توكن ستك ليه؟ بقول لك ايه يا اما، سيبيني في حالي، كانت شورتك السودا يوم قلت لي اتجوز. مين اتجوز يعني امك؟ دي لوليه يا اما اتلحس مخها، دي عايزه تعيش زي وفاء مرات حمدي. طب اعيش ازاي انا زي وفاء مرات حمدي يا اما؟ عندها حق يا ابني، ده انا نفسي اعيش مع مرات جبس مصر. دي بتقول يا جبس طلع انها عسل. يا جبس، حتى انت يا اما عرفتي مرات جبس وعايزه تعيشي زي مرات جبس؟ ده عالم صايع يا ابا. نفسي اعيش زي مرات مش حافظه. اسال هو انا عليك، كان عليك. بصي قولي، انا نفسي اتعلم زي مرات، مش عارف انا كمان. ده عندها حق يا ابني، ده نفسي اعيش زي يا ربي، مش عارفه.